بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عايز أكلمكم في موضوع شوية برضو حساس، ونصلي ربنا يدي نعمة ليا وليكم في فهمه صح. في موضة كده بقى لها كم سنة بتسمى الإرشاد المسيحي أو المشورة، والحقيقة هي ليها جوانب مفيدة قوي وليها جوانب خطيرة. فأنا عاوز أمس الموضوع الحساس ده، لأن في بعض الناس حاسة أنه أصبحت المشورة دي بديل لسر الاعتراف. طبعا الكلام ده خطر جدا وكلام غير مقبول إيمانيا تماما. فيعني الموضوع اللي هكلمكم فيه، لماذا يميل الكثيرون للإرشاد النفسي أكتر من الذهاب لأب الاعتراف؟ ليه النهاردة مثلا واحد يبقى متضايق قوي بدل ما يروح لأب اعتراف ويشوف كونسلر؟ وهو كل متضايق ينفعه كونسلينج؟ يمكن عاوز توبة، يمكن عاوز أبوة. إنما بما أن كل الناس بتروح للكونسلرز، كونسلرز اللي هي كلمة المشيرين، وطبعا ده استدعى أن ناس كتيرة ابتدت تدرس. وطبعا هو كعلم علم دسم، ياخد كذا سنة دراسة ودراسة مكثفة. إنما في واحد يسمع له 20 محاضرة بيعتبر نفسه مشير، طبعا دي في منتهى الخطورة. وبعدين في عيب تاني ابتدى يظهر، أن بعض الناس بتستخدم المعلومات دي للإسقاط على الناس. يعني بقينا إيه، نشخص بعض، عارفين الناس ماشية تقول ده أصله عنده كذا وده عنده كذا. يا عم خليك في حالك وتشوف أنت نفسك. فالحقيقة بعض الناس تحولت معهم المعلومات النفسية دي، وإن كانت معلومات يعني هفترض أن كلها صح، إلى أداة للإسقاط وللإدانة ولتشخيص الناس بدل حب الناس. وبعضهم ابتدى يعمل دور كأنه حلال المشاكل، فيدخل في أسرار الناس وهو نفسه عنده مشاكله الخاصة اللي مش عارف يحلها، وقد تكون أصعب من مشاكل الناس اللي بيتكلم معاهم. أنا مش ضد المشورة، أنا طول عمري غاوي علم نفس وبقرأ كتير، لكن أنا شوية عندي تحفظات عشان تفهموا موقفي، لأن أنا عارف الحتة دي ممكن تزعل بعض الناس. لكن لا شك أنه كعلم فيه حاجات مفيدة جدا. والإنجيل لم يخلو من تعبيرات تؤكد أن الإرشاد أو المشورة مفيدة. لما يقول الخلاص بكثرة المشيرين، كويس. لما يقول شعب اليهود ما قدروش يقبلوا موسى بسبب صغر النفس، يبقى تعبير صغر النفس ده مقبول. والكآبة والحزن والكلمات دي كتيرة قوي في الإنجيل، فكل الأحزان. لكن عملية تحويل الإنجيل كأنه كتاب علم نفس دي كمان مصيبة أخرى في رأيي. الإنجيل ما ينفعش يبقى كتاب علم بأي درجة، يعني كتاب المقدس توحي الروح القدس عشان يعلن لنا طريق السماء، مش بناخد منه معلومات علمية. خليني أجاوب على السؤال الحساس ده، وهجاوب بصراحة. مفترض أن اللي بيسمعوني ناس حكماء، مش ناس هتاخد جملة من كلامي وتبتدي تقول إيه يعني أهو فلان قال كذا. هبتدي الأول، ليه ناس بتسيب الاعتراف أحيانا أو مش حاسة بقيمته وبتروح للإرشاد النفسي؟ هبتدي الحقيقة بعيوبي أنا وإخواتي الكهف، قد تكون في أسباب تخص الكهف. هتكلم بواقعية منها، مثلا أحيانا يكون أبونا من كتر المشغولية أو الإرهاق، أو إحنا برضو بشر تحت الألام، ما قدمش المحبة الأبوية اللي الشخص اللي جاي محتاجها، فطلع يدور بر. يعني في واحد يقول لك رحت لأبونا ما ريحنيش. طبعا ما ريحنيش دي عاوزة إيه، يعني تتفصل. ما ريحكش عشان ما هودكش على الغلط مثلا، ما ريحكش يعني ما ادكش فرصة تحكي خالص، ولا ما ريحكش لأنه فعلا يعني كان شديد معاك وانت تعبان قوي فانت كنت محتاج أبوة؟ يجوز معاك حق، هفترض معاه شوية حق. سبب آخر يخص أبائنا الكهنة في الاعتراف، أنه أحيانا بنبقى مش بنسمع كفاية، وأنا بعترف بكده. لكن خلينا أقول، إحنا عاوزين دايما سر الاعتراف، بنرقب شعبنا أنه ما يجيش كتائب
يحكي تفاصيل تطلعه بره التوبة، بمعنى مش عاوزه يجي يعلق شماعات ان الظروف دفعته للخطيه وان الناس الوحشه خلوه يغلط. التائب جاي يشكي نفسه. ففي سر الاعتراف احنا بنميل دايما انه ايه، ننتظر من اللي جاي اشكي نفسك، اعترف انك انت سبب انك مخطئ. لكن طبعا اب الاعتراف كاب يصح يسمع اوجاع اولاده برضه مهما كان الوجع، بدل ما يحكي لشخص غير مؤتمن مفروض بيحكي لشخص وكيل الله. سبب اخر يخص اباء الاعتراف، يجوز انه بعض الاباء ما بيدوش تدريب عملي او حل عملي. بس عاوز اقول لكم حاجه، صدقوني على اخر المحاضره هضطر اقول انه كلمه صلي ما هياش بوزعك، ما هياش بقول لك ايه انا ما عنديش غير الكلمه دي، هي الحقيقه ما فيش اهم من الكلمه دي. وان لو انت فاهم كلام المسيح بجد، الصلاه هي الحل. الصلاه بتعمل معجزات، الصلاه بتنقل جبال. بس كتير من المبتدئين ما بيعجبهمش انك اباء الاعتراف مع كل مشكله يقول لك طب نصلي، يقول لك انا هروح له يقول لي صلي، صليت ازاي وقد ايه. فهو عاوز يروح لواحد يقول له لا بص بقى ناخد موقف بقى. طب ناخد موقف دي ايه، تبع الوصيه ولا تبع الدنيا؟ بس هو عاوز حد ايه يعني يمشي معاه في تفكيره الارضي البشري. اما قولت نحب ونصلي بس مش بتعجب ناس كتير. وهي فعلا انا كأب اعتراف يوم ما يجي لي اي خاطي زي حالاتي يعني ما عنديش غير اهم من الكلمتين دول، صلي يا ابني وحب الناس. حب الناس بقى، استحمل، سامح، بلاش إدانة، بلاش تذمر، بلاش غضب. ما هي هي، ما عندناش غير كده في الآخر، وده تعليم المسيح. أنا مش بدافع عن الكهنة، أنا ما زلت في منطقة إيه، أيوة في بعض الناس مش مقدرين سر الاعتراف بسبب أنا بقولها لإخواتي وأبائي وضعفي، إحنا كمان مقصرين شوي. كمان أحيانا أنا ككاهن ما اديش القدوة الكافية اللي تخلي ولادي في الكنيسة يبصوا إنه طب نفسنا نبقى كده، أو فعلا ده وكيل الله اللي عنده الحل. مفروض إحنا ككهنة نقدم القدوة المثالية اللي تخلي كل الناس يقولنا، مش لأننا مرشدين نفسانيين، لا الحكاية مش كده، إحنا نمثل المسيح اللي قال أنا أريحكم. فهو لما يجي لي المفروض جاي للمسيح، مش جاي لعالم نفساني ولا واحد مدارس النفسيات ولا واحد مقطع الكتب، ما تفرقش. مش عاوزين نبقى كده، لكن عاوزين نبقى شبه المسيح. فبرضو بقول يمكن احنا معرفناش نوصل الصورة دي كفاية. لا يخلو الأمر ان بعض الآباء احيانا بيكونوا يعني مش فاهمين قوي بعض المتاعب النفسية وبعض الأمراض النفسية، فبيختلط عليهم الأمر، هو ده تعب نفسي، مرض نفسي، ولا دي فعلا خطية. فممكن ده ممكن يتسبب عنه أنه يتعب الشخص اللي جاي له. إذن أنا بدأت وبقول عدم إقبال البعض على سر الاعتراف أو موضة اللجوء للإرشاد النفسي في الصغيرة والكبيرة، مع أي واحد متضايق من أي حاجة يجري يقول عاوز أشوف مشير، دي ممكن نكون احنا ككهنة تسببنا فيها بدرجة بتقصيرتنا. ادخل بقى في اللي عاوز اقوله اكتر. في اسباب تخص الشخص نفسه. الشخص المحتاج، هو محتاج دي معناها ايه؟ يا اما حيران، يا اما يأسان، تعبان نفسيا، مهزوم، يا اما واقع في مشكلة ضخمة فيها بعد نفسي كبير، أو مشكلة ضخمة في العلاقات. فبيفترض أنه بيروح لشخص أكثر علما يساعده في التفكير، أو بالبلد يريحه. على فكرة دي غير دي هقولها لكم كمان شوي. فهنا في أسباب تخص المحتاج نفسه، السائل اللي هو في لغتنا احنا الكنسية اللي جاي عندي يعترف مفروض، بس هيروح لحد تاني يقول له اديني مشورتك. يجوز هذا المحتاج أو السائل لا يدرك قيمة سر الاعتراف. بعض الناس حاطين ده قصاد ده كأن ده زي ده، الفرق ضخم زي ما هشرح في الآخر. سر الاعتراف سر مقدس في عمل الروح القدس،
المشورة النفسية أو الأسرية مهما كانت علماء، ده علم. زي ما تروح لدكتور ممكن لا يوفق في علاجك، والراجل ده يعني بيقول كلمتين عن علم، هفترض كده. لكن لما بتيجي الكنيسة أنت بتصرخ طلبا لنعمة، موضوع مختلف خالص. فممكن السائل يكون بيحط ده قصاد ده كأن دول قد بعض أو شبه بعض. لا، الحقيقة دول مش شبه بعض، ده حاجة وده حاجة تانية خالص. أبونا مش شغلته يريح الناس، شغلته يوصلهم السماء. فممكن واحد يطلع من عند أبونا تعبان شوية بس يكون ده ضروري الخلاص، لكن لو قاعد يريح الناس بس طب ما هيحلل لهم الخطأ، ما ساعات الخطأ بيريح. من أسباب تخص السائل نفسه أنه مش مدرك أساسا لسر الكهنوت. كمان سر الكهنوت يا أحبائي، نفسي أديكم فيه محاضرات، الكاهن بتعبير العهد الجديد وكيل الله، تعبير تاني وكيل سرائر الله، والكاهن يحمل مفاتيح ملكوت السماوات. ده فكرنا الأرثوذكسي حتى لو مش عاجب بعض الناس. وبالتالي أنت تأتي لشخص يحمل مفتاح السماء، فأنت بتطلب منه مش بس الحل والغفران اللي يفتح لك باب السماء، مش بتطلب بس نعمة كمان للتغيير، بتطلب أبوة، بتطلب حاجات كتير. الكلام ده مش موجود خالص في المشورة. المشورة ده موضوع ان حد بيسمعك وبيرشدك وبيحلل معاك وساعدك تطلع من الحفرة. هفترض ان هم مثاليين في كل اللي بيعملوه، لكن دورهم مختلف. بعد ما قلت ان في اسباب تخص الكهنة بتقصيرتها، بس في تاني عدم وعي من السائل نفسه. ساعات يكون هو مش عاوز يتوب. يعني تصوروا معايا شخص وقع في الادمان، بيروح احيانا للمشورة بس هو ضميريا مش عاوز، مش شايف ان الادمان خطيه. الحقيقة صعب حد يساعده، ده موقفه مختلف عن شخص جاي لابونا يقول له انا متضايق من نفسي والخطية غلباني وبكرهها وعاوز ربنا يساعدني اطلع منها. هنا الصلاة والحل والإرشاد بتدي معونة إلهية، ما يلغيش أنه ممكن يكون محتاج شخص نفساني مساعد، مشورة بقى. لكن هنا هل في استعداد للتوبة أساساً ولا لا؟ فلا يستفيد من الاعتراف إلا التائبين. لأن هقول لكم ساعات نسمعها إزاي، يقول لك كان كابل متخانقين راحوا لأبونا زود المشكلة. غالباً أبونا ما زودش المشكلة، بس هم رايحين عندهمش استعداد ولا ده ولا هي ان هم يعترفوا باخطائهم او يقدموا توبه، والسماء اساسا مش شغلاهم. ولما ابونا بيقول طب نصلي، سيبك من الكلام ده يا ابونا، طب هيستفيدوا ازاي؟ طب ما طبيعي هيطلعوا مش مستفيدين لانهم غير تائبين. اسمه سر التوبه والاعتراف. فلو اللي جاي غير تائب يبقى طبعا مش هيستفيد، ما يلومش السر وما يلومش الكاهن. انت دخلت مدخل اساسا جاي تقول انا صح، روح بقى لحد قول له ان انا صح وشوف هيساعدك ازاي. لان حتى في المشورة الصح لا في نوع من المواجهة، وبيتقال له في وشه لا انت اللي فيه انت غلط، عشان يفوق ويتصلح. ما ينفعش انه يروح للناس كلها تقول له انت صح، طب ما هيتغير ازاي او هتتحل المشاكل ازاي. كمان اسباب تخص السائل، ابونا طبيعي هيقول لاي شخص حب، سامح، بطل خطية، ابعد عن الشر، زود علاقتك بربنا. في ناس بتبقى مش عاوزة تسمع الكلام ده، بالنسبة لها ده الباب الضيق، دي طلبات مرهقة. فعاوز يروح لحد تاني يشكيله كتير قوي، بس في الآخر ما يطلبش منه طلبات من بتاعت ربنا اللي بتضيق عليه. فهو بيدور على باب واسع. الحقيقة اللي ابتدى معايا الأزمة شوية مع المشورة، إن مرة كان جات لي إنسانة محترمة وخادمة وقالت لي طول عمري عندي مشاكل مع جوزي، بس أنا طول عمري ماسكة في المحبة تحتمل كل شيء وبصلي وربيت العيال كويس. واحدة صاحبتي صاحبها جديد قالت لها أنت ظلمة نفسك أوي، هوديك لحد مشير هيريحك. أول قعدة بعد 5 دقايق قال لها الراجل ده انت لازم تسيبيه فورا. بصوا بقى، هو العلم بتاعه قال كده،
التقوى اللي هي فيها والجهاد مخلياها ماشية في النور. أنا طبعا مش بعمم المثل لألا أسيء للمشورة. مشورة فيها ناس أتقياء وفيها ناس فضلاء وبيخدموا خدمة رائعة. لكن أنا بقول دي محاذير لازم تبقى فاهمينها، إنه لو الشخص اللي جاي باستعداد التوبة قبل الاعتراف هيساعده في حل مشاكله وهيبقى له دور كبير، وممكن هو اللي يحوله لشخص مشير نفساني تقي يكمل معاه رحلة الفطام من الشر أو رحلة تصليح العلاقات، أو ممكن يستعين بخادم زي كده. لكن أب الاعتراف هو اللي بيسوق النفس حسب الفكر الأرثوذكسي، وهو اللي يخلي خادم آخر يدخل في فريق العلاج لو احتاج الأمر. لكن كل واحد يختار مشير ويروح له بمزاجه وبعدين يقول له يمين وشمال ويساعده في قرارات خطيرة، طب وفين التوبة؟ وفين ضميرك الروحي؟ وفين أبوك الروحي؟ وفين الخضوع؟ وفي حاجات كتيرة ابتدت تقع مننا في الزحمة وإحنا مش واخدين بالنا. كمان بطريقة أخرى، أحيانا يكون الشخص غير محتمل أن يسمع وصايا المسيح كما هي. يعني مثلا قصة زي كم مرة أغفر لأخي، في واحد مش مستحمل يسمع اللي قاله الإنجيل. المسيح قال لا أقول لك 7 مرات، 70 مرة، فبالنسبة له لا، كلام ده لا، فمش عاوز يسمعه، فمش عاوز يروح لأبونا، لأنه المفروض أبونا هيقول كلام ربنا، هيقول أحسنوا إلى مبغضيكم، لا أنا مش عاوز أسمع ده. هيروح لواحد يقول له طب ابعد عنه، تقي شره، بلغ عنه، عمل له قضية، اضربه، أي حاجة بقى. بس هو إيه؟ عاوز يروح لحد ياخد ويدي معاه. طبعا خلي بالكم في الإرشاد الروحي احنا بنتعلم يعني إيه ناخد النفس خطوة خطوة. لو مش قد الوصايا الشديدة بنتدرج بيها، لكن لازم تبقى عيني على اللي قاله المسيح مش على ما يطلبه المستمعون اللي يرضي الزبون. الموضوع مش كده. وطبعا المشير التقي لازم يمشي على نفس الخطوات وملتزم بسقف وصية المسيح، لكن لن يحلل الخطأ لإنسان، وإلا كده يبقى العلم يحلل الخطأ براحته لأنه ده علم. ما هي العلم النهاردة طلع حاجات كتيرة في نظرنا خطايا حاجات عادية. فهمتوا الفرق؟ فاللي بيبقى علماني قوي عالمي قوي ضميره طبعا هيوافق على أوضاع كتيرة غلط، لأن العلم اللي هو واقف عليه كمرشد بيسمح له بكده. إحنا هنا التقوى اللي واقفين عليها في الإرشاد لا تسمح لناش بكده. وضحت بقى لنا هيبقى في فرق هنا في الإرشاد في حتة محددة. كمان احيانا السائل، انا هنا بفتدرد السائل اللي بيختار اروح لابونا بتاعي اب اعترافي اللي مربيني، ولا اروح لمرشد او مشير سمعته كويس. كمان هنا ساعات يكون السائل نفسه الحقيقة بيتهرب من مسؤولية القرار، زي شاب متردد خايف ياخد قرار جواز. الحقيقة في الحالتين لو راح للاتنين هيتلخبط. ليه؟ لانه بيروح لابونا عاوز يغمض عينه ويقول لابونا ايه خد دي. طب ايه اللي خد دي؟ انت اللي لازم تختار، دي مراتك، يعني ما ينفعش ابونا يختار لك. وساعات يروح للمشير بنفس الغرض لانه مش عاوز ياخد القرار. المشير الشاطر طبعا مش هياخد له القرار برضه، لكن هنا هذا الاحتياج نفسه قد يكون مش مظبوط، لان هنا نابع من ايه؟ عاوز حد ياخد لي القرار. لا لابونا ولا الأخ الفلاني ده مش مفروض ياخدوا لك قرار. يساعدوك في التفكير، ينبهوك لأخطاء في تفكيرك، يعني يدوك ثقة بنفسك، كل ده ممكن، لكن ياخدوا لك قرار لا، غلط. ولو أي طرف من الاتنين خدوا قرار لشخص في حاجاته الشخصية غلط، لأنه في الآخر أول ما يحصل مشكلة هيحملهم تبعيات القرار. هسيب الشغل ولا لا؟ أهاجر ولا لا؟ أنت حر؟ صلي كويس وشوف ظروفك وأنا معاك، بس ممكن أفكر معاك. طب أنت إيه اللي هيخليك تسيب شغلك وأنت مبسوط في شغلك؟ لا يكون طمع، ما أنت بتخدم وظروفك حلوة، هتروح شغلة تاني ما فيش حتى ساعة تتنفس. طب ما يمكن يكون هنا الطمع، يبقى بفكر معاه.
لكن ما ينفعش ان انا ايه اقول له خد وما تاخد. تاني انا بحاول افسر ليه في بداية ظاهرة كده بعض الناس تنبهر بالمشورة ولا تنبهر بالاعتراف، مع انه سر الاعتراف في كنيستنا الارثوذكسية له ثقل حقيقي، واللي عارف السر ده ومارسه عارف قد ايه مفيد لخلاصنا وضروري لاستكمال التوبة. يعني التلمذة دي الأب الاعتراف ده منهج للحياة الروحية. احنا قلنا انه قد يكون في تقصيرات مننا ككهنة ابتديت بيهم عشان ما نبقاش بنبالغ، قد يكون في سوء وعي او فهم من السائل هو مش عارف جاي ليه او جاي لغرض مش مظبوط او غير مستعد بالتوبة. نأتي للجزء الحساس، في اسباب تخص الارشاد النفسي نفسه، وبرضو اللي هقوله يا جماعة أرجوكم لا يعمم. يعني إيه؟ في مشيرين أولادي وأصدقائي أنا فخور بيهم وبخدمتهم وقد إيه أنقذوا نفوس وساعدوهم على التوبة كخدام بتحركوا بروح الخدمة الأمينة بمبادئ روحية أصيلة بوصايا المسيح بفكر أرثوذكسي، فدول ايا كان لقبهم مشير او خادم نفساني او خادم مشاكل زوجية احنا محتاجينهم وفخورين بيهم. لكن انا بتكلم عن تحفظات لانه الاخطاء بتزيد، وطبعا هتفهموا من التحفظات ليه الواحد ابتدى يحرص زيادة. اولا في الارشاد النفسي قد يغفل المشير عن تقديم الصلاة كحل اساسي. طبعا لو هو ارشاد نفسي اصل خلي بالكم في العلم في حاجه اسمها سيكولر وفي كريستيان. سيكولر يعني علماني، فطبيعي ده عمره ما هيجيب سيره الصلاه لان ده هيقابل واحد اساسا ممكن ما يبقاش مسيحي من الاساس، فده شخص هيريحه وهيساعده في التفكير. لكن افترض الارشاد النفسي المسيحي المشوره، علم المشوره المسيحي، احيانا برضو بسبب دراسته الطويلة في تحليل الشخصية أو في إدراك المشاعر والمشاكل والأفكار ما يقدمش الصلاة كحل أو ما يقدمش المسيح نفسه كحل. أحيانا تاني بأكد على أحيانا عشان ما حدش منهم يزعل منه، لكن يقدم الأفكار العلمية والفلسفية. طبعا كلكم عارفين العلم بيتغير، حتى نظريات تحليل الشخصيات دي كل ده بيتغير كل يوم، والعلم ينفخ مش بالضرورة العلم يريح، بدليل الطب تقدم كتير قوي. هل معنى كده ان الناس بطلت تموت؟ هي نفس الكلام، علم النفس تقدم، بس ده مش معناه ان الناس كلها ارتاحت نفسيا. لما علم النفس تقدم وتقدم بجد واصبح فيه وعي وفيه ابحاث وفيه علم يحترم، لكن ده ممكن يغفل التركيز على المسيح اب الاعتراف الشاطر وخادم المشورة الشاطر. عنده قاعدة قدام عينه، أنا أريحكم، أنا ده اللي هو مين؟ المسيح. فكل القاعدة ربنا هيكون معك، احفظ آيات، قول مزامير، تعال نعمل مطانيات، تعال تناول كتير، ما تنساش أبدا أن ربنا ماسك إيدك مش هيسيبك. أنا بكل كلامي أيا كان نوع الإشكال والتعب، المسيح المسيح المسيح، لأنه في الآخر يعني هو الحل. يعني أقول لكم خبرة حقيقية عملية هنا، واحد من أساتذتي في المشورة دكتور نبيل باقي أخو سابونا يوحنا باقي، ده أستاذ معاه دكتوراه من أمريكا في المشورة المسيحية، لكن لأنه خادم مسيحي درجة أولى. أنا أذكر مرة بسأله زمان من 10 سنين، دكتور نبيل ما جيلي شاب أو شاب أعتدي عليه بشكل صعب جدا في طفولته وزعلان من المسيح بسبب الحكاية دي، بتقول له ايه؟ بتسنده ازاي؟ انا تصورت انه هيقول له كلام من نوع يعني اهو افكار النفسية. قال لي انا بقول له انت عارف ان المسيح اتعامل معاه كده، وافضل اقول له المسيح اتعرى، المسيح اتجلد، المسيح اتهان في جسده، المسيح حاسس بيه جدا، المسيح المسيح المسيح. ايه ده يا دكتور؟ اللي هو ده طبعا المشورة المسيحية، انا بنقله من ألمه الى ألم المسيح، فيحس ان المسيح اللي هو زعلان منه قال له حبيبي ده انا عديت بأصعب من اللي انت فيه
وزي ما أنا قمت أنت هتقوم، وزي ما لي رسالة أنت ليك رسالة، وتعالى بقى نسامح الناس دي كلها ونفكر في اللي ورانا. إذن الحل ما طلعش من تعالى يعني بأي درجة ننتقم من الماضي، أو معاك حق تغلط لأنك أنت اتعذبت نفسي، لا ما فيش كلام زي كده. واضح؟ يبقى هنا ساعات في الإرشاد نسرح بره المسيح ونبتدي ندي أفكار نفسانية الحقيقة ما توصلش الإنسان لحل. كمان أحيانا مصر أقول أحيانا عشان ما أخدش حاجة بتعميم، في ناس دقيقة جدا في إرشادها ومسيحية مخلصة. أحيانا علم النفس أو المشورة النفسية بالذات بتدي مسكنات نفسية. عارفين لما واحد ياخد أسبرين أو بنادول عشان في صداع أحيانا تكون بتسكن. يعني يا ما شفت ناس راحوا المشيرين بعد سنتين ثلاثة، احنا عشان أبقى اعتراف يعني اخطيت بيرجعوا لنا بعد سنين، حتى لو سابونا وراحوا غالبا بيجي وقت يرجع لنا، لأنه ايه أو الاعتراف بالنسبة له أبونا موجود وأبو بلاش برضو يعني فهيرجع. لما يرجع ألاقي الله، طب أنت رحت الإنسان مشير، طب عمل إيه؟ إلا لو كان خادم مسيحي حقيقي الحقيقة هو إداله مسكنات وعيشته في وضع فرق، لكن بعد شوية لو ما كانش غير تفكيره بتفكير المسيح وحط مبادئ روحية هو الحقيقة ما عملش غير تسكينه. واللي منكم عارف مشاكل زوجية ومشاكل تربوية ومشاكل نفسية، عارف ان كتير منهم بيرد تاني. برضو مش دايما الخطأ في الإرشاد. كمان في ناس بتخلط كل علوم النفسية دي. النهاردة في مسميات كتيرة، منها أربع حاجات الناس ساعات بتخلط بينهم. في حاجة اسمها دكتور نفساني، ده بيكتب دواء، وده المفروض قائد المنظومة، ده دكتور طبيب. وعارف ان في بعض الامراض لازم لها كيمياء، لازم لها دواء، غير انه بيدي طبعا ارشاد نفسه. في واحد بعديه اسمه سايكولوجيست اللي هو دارس علم نفس. دلوقتي في بعديه كونسلر واحد تاني، ده بقى شغلته الاساسية انه يساعد الانسان المنهار في حزنه الواقع قوي. وده دوره، ده أحد أهم أدواره، أنه يطول باله ويسمع كويس قوي عشان يفضي كل شحنة الغضب أو الحزن اللي جواه. في النهاردة علم تاني اسمه لايف كوتشنج، وده ماشي جامد قوي. ده أساسا مع أي حد محتار يعمل إيه في عيشته، الكوتش المدرب، عارفين المدرب الكوتش، الكوتش ده بيسوق الشخص أو بيساعده يسوق نفسه. كل دي برانشات احنا الحمد لله في مصر كله داخل في بعضه، وتروح لأي حد في أي وقت وتعمل أي حاجة وكل ده غير قبل الاعتراف. بس في للأسف انه هالناس بقى فاكرة كله شبه بعضه وكله حلو وخلاص. كمان بزعم برضه واتمنى ما حدش يزعل، انه في بعض الحاجات بتبقى زي فرقعة كده آخر كام سنة، بقت موضة كأن الخادم اللي ده مدرس مشورة ده 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 محو أمية، ده أنت إزاي ما قابل نفسك كخادم؟ يا سلام، وهي الخدمة يعني من غير شوية المشورة ما تبقاش خدمة؟ خدمة اللي مبنية على الإنجيل والطقس والعقيدة والحب الناس ما هي الخدمة، هي الخدمة يعني طول عمرنا بنخدم، ما كانش الحاجات دي موجودة يعني كانتش الخدمة واقعة ولا حاجة يعني، بالعكس هي واقعة زيادة دلوقتي. فهنا احيانا بتبقى موضه زياده، فالناس بتستهويها انها تسمع المعلومات دي ويجي لها نفخه كدابه كده، انا درست مشوره. مفروض الحقيقه ادرس بس خليك متواضع وخليك فاهم انه كعلم ده بحر على فكره، كعلم بقى يحترم ده بحر. انت يعني عارفين حلاق الصحه بتاع زمان اللي كان يعرف معلومتين واشتغل دكتور، فيعني في النهارده حاجات من دي دلوقتي. طبعا في ناس لابد ان نديها يعني كل الاحترام لان هم درسوها كعلم حقيقي وناس اتقياء بجد. كمان خليني اقول حاجه، ودي الحقيقه كان البابا شنوده يعني متحفظ على الموضوع من اكتر من 10 سنين، المشوره النفسيه او ما يسمى علم الارشاد النفسي المسيحي
هو دخل علينا من كنايس مفهاش كهنوت، مفهاش سر اعتراف، فطبيعي الدور ده يفرق معاهم جدا. لكن في كتب العلم القوي اللي بيدرسوه بره يقولوا يا بخت الأرثوذكس والكاثوليك، لأن عندهم كاهن هو أفضل شخص يجمع الأبوة والمشورة. يبقى هم علميا نفسهم معترفين أن السيستم اللي فيه كهنوت بمعنى أبوي يدي أبوة ويدي إرشاد سليم، ده أفضل سيناريو. لكن بما أن هناك ما فيش كهنوت فطبيعي يبقى المشير ده له بريق. طب أنا اللي عندي كهنوت في كنيستي، المشير يبقى له بريق أعلى من أب الاعتراف، يبقى فيه حاجة غلط. واضحة؟ خلينا فاهمين خلفيات هذا العلم. هو دخل علينا من كنايس تخلو من الأبوة، ما فيش كلمة أبونا، تخلو من الليتورجية، الصلوات الطويلة الكتابية الشعبية الملزمة للإنسان، المزامير والقداسات، تخلو من الأدوات دي. فهو لازم يساعد ناسه طبعا بكلمة ربنا لأنه مسيحي، لكن هو عنده يعني حاجات نقص. الإرشاد النفسي يستخدم بديلا عن علم النفس أو الطب النفس. دي أحيانا بنفاجأ بيها، إن في بعض الناس بيبقى متاعبها النفسية لابد لها من متخصص طبيب، ومع هذا الشخص بيتبرع مشكور غير مشكور طبعا إنه يتعامل. طب استنى حبيبي، الموضوع ده وصل إلى مرحلة زي أي طبيب، أنت يوم ما كان ابنك بيجيله إسهال بسيط بتجرب تديله دواء، لقيت الإسهال زايد أو الحكاية خطيرة لازم بتجري لدكتور أطفال. طب ما هي نفس الكلام في الطب النفسي، لو الموضوع حزن بسيط أو حيرة بسيطة أو اضطراب في علاقات تقدر كخادم بتحبه تساعده كويس، لكن لو الموضوع باين عليه الحياة كلها هتنهار، لا، واضح أنه المرض هنا صوته اعلى من قدراتك. يبقى كمان احنا نفسنا ككهنه بنحترم الطب برضه زي ما بنحترم العلم، ففي ادي العيش لخبازينه. اختم باخر نقطه، اراجع معاكم كخدام، هو سر الاعتراف بيقدم ايه لحسن نكون نسينا؟ سر الاعتراف كما قصده المسيح والكنيسه، كما استلمته من القديسين وعاشته عبر الأجيال. إيه بيقدم إيه سر التوبة والاعتراف؟ أولا بيقدم أبوة مصدرها الله، عشان محدش يجي يقول أنت استبدلت أبونا ربنا بابونا، لا خالص، حد فينا هيعمل كده؟ إحنا قاعدين وواقفين ونايمين عشان نزق الناس يقولوا أبانا اللازم. إنما هو لو شاف فيا بصيص ضئيل من أبوة الله هتقربه من ربنا أكتر. فسر الاعتراف بيقدم أبوة يحتاجها الكل، مفيش عجوز ما يحتاجش أب روح، ولا طفل ما يحتاجش أب روح، ولا شخص مهما كانت قوته النفسية ما يحتاجش الأبوة، بدليل أن احنا كمان بندور على أبونا ونعترف. فأول حاجة غالية قوي ما يقدمهاش علوم الدنيا كلها الأبوة. هنا عاوز أحفظكم آية قالها بولس الرسول، نفسي تفتكروها لأنها بترد رد قاطع على اللي بيحصل ده. إن كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس آباء كثيرون. يعني لو عندك 100 مرشد هنا هيفضل لك أب واحد. يعني إيه؟ عموما أنت كم مدرس عد عليك في حياتك من حضانة لغاية جامعة؟ دول حد فيهم يقدر ياخد مكان والدك أو والدتك؟ هي نفس الفكرة، يعدي عليك ناس شرحوا لك طقس، ناس استشرتهم في شغلك، ناس خدت بركتهم كأمناء خدمة مثلا، مرشدين ومشيرين، لكن ليس أباء كثيرون. الأب أب، والأبوة دي مش تتركن ونشوف غيرها لو هي أبوة حقيقية. يبقى أول حاجة بيقدمها سر الاعتراف أب بيحبك بجد وبيقدم لك الحب الإلهي، مش بيقول لك امشي وراي أنا بس، لا، بس ممكن يقول زي بولس تمثلوا بي كما أنا بالمسيح، لأن بولس كان أب، ويوحنا قال يا أولادي كذا مرة،
وقال أنا ولدتكم، بولس قال أنا ولدتكم في قيودي، يعني يستحق كلمة أبونا طبعا. تاني حاجة يقدمها سر الاعتراف، إرشاد كتابي أو وصايا المسيح. أبونا في جلسة الاعتراف مش شغلته يحلل نفسيا، ولا أخطيت يقول آراء نفسانية ونظريات نفسانية ولا حلول نفسانية. أبونا شغلته الأساسية ورسالته العظمى أن يفكرك باللي قاله المسيح، يفكرك باللي قاله المسيح. من يتكلم، إن كان أحد يتكلم فكأقوال الله. وكان أبونا ميخائيل إبراهيم الله يناح روحه شيخ الكهنة في شبرا زمان وأستاذ الاعتراف الكبير، كان كل معترف لازم يطلعه حافظ آية، كل خطيئة أو يركز معاه في آية، لا تدينه لكي لا تدانه، يعيش بها كم شهر لغاية ما يخلص من الإدانة مثلا. فهو بيعمل إيه في الاعتراف عشان يساعد الشخص؟ لو هو يائس يقول له آية فيها رجاء، لو هو حزين يقول له آية تفرحه، لو هو متلخبط في علاقاته بالناس يقول له وصية تصلح له علاقاته بالناس. ده دور سر الاعتراف. هيقدم لي ايه تاني برضه؟ هو اسمه سر التوبة والاعتراف. هيقدم لي حياة روحية، نظام روحي. يعني ايه؟ ابونا طبيعي هيقول لي بتصلي مزامير ولا لا؟ طب وازاي تسيب المزامير؟ عشان كده حياتك ملخبطة. تروح قداسات ولا لا؟ بتصوم ولا مش بتصوم؟ ومش كتحقيق، كشخص خايف على أولاده، بيديهم غذاء روحي، بيحببهم في طريق السماء حتى لو طريق ضيق. يبقى طبيعي سر الاعتراف بيراجع معاك القانون كل مرة. أهم من ده كله الحقيقة، سر الاعتراف بيدي حل حقيقي. كلمة حقيقي دي تهمني، حقيقي بالغفران. لأنه في علوم النفس عموما ممكن يساعدك تنسى عمايلك. في فرق كبير بين أنك تنسى اللي عملته أو اللي اتعمل فيك، وبين قوة الغفران الحقيقية في نعمة الله في سر التوبة والاعتراف. في فرق بين واحد بيحاول ينسيك الماضي بأحزانه، ده شغل كويس بس يمكن ما تعرفش تنسى، لكن اليد الإلهية اللي تنزع الخطية منك وتشطب على هذا الفعل كأنه لم يكن، دي نعمة قدمها المسيح لنا بالتوبة الحقيقية والإيمان، وتكمل في الكنيسة بسر الاعتراف بالحل. اقطع يا رب كل رباطات خطايانا، إن كنا أخطأنا إليك بشيء بفعل أو رص الرصة دي كلها، حاللنا، طهرنا، باركنا، شيل كله كله. إذا ده غفران حقيقي. هتلاقيه فين ده؟ عند أي حد. وده غفران مجاني، عشان كده سر الاعتراف ملوش تمن، مجانا أخذتم مجانا أعطوا. وطبيعي الغفران الحقيقي يدي سلام حقيقي، بينما النسيان الماضي قد لا يعطي سلام حقيقي. فاهمين اللي أنا بقوله؟ ممكن واحد شاطر يساعدك تسامح نفسك، يساعدك تنسى الماضي، يساعدك تصالح نفسك كويس، لكن لو لم يكن غفران حقيقي كنعمة إلهية دي معجزة. لو ما اتعملتش السلام اللي عندك هيبقى وهمي، هيبقى زائل، هيبقى سطحي. سر التوبة والاعتراف بيديني ايه كمان؟ بيديني حب مجاني. يعني ايه؟ انت اشتريت ابونا ده؟ لا. طب حبه الغالي ده يسوى كام؟ النهاردة في ناس تدفع الافات عشان تلاقي ام او اب، لكن ما حدش بيدفع حاجة في الكنيسة، لان دي عطية ربنا لولاده، أعطيكم رعاة حسب قلبي. يبقى دي عطية ربنا للكنيسة، أنه يدينا أباء يحبونا، يخافوا على أبديتنا، يجروا ورانا، يشدوا علينا، يشجعونا، يحذرونا، يعلمونا، يحررونا من الخطايا. وكل ده بنعمة المسيح اللي شغالة معاهم، هو مش يعني بذاتهم بيعملوا حاجة. إذن التشجيع المستمر ده، طب ما ده له دور خطير في حياتك. انت ساعات تبقى جاي مش طايق نفسك، وكتير يجي المعترف يقول ما تهزقني يا ابونا، ما تديني عقاب، ويلاقي ابونا دايما يقول له ربنا بيحبك، خلاص ما تعملش كده تاني، ركز في اللي وراك. يطلع فرحان بالتشجيع، فرحان بالأبوة، فرحان بالغفران،
القصة هنا مش نفسانية، القصة نعمة روحية حقيقية مبنية على كلام الإنجيل وعلى الروح القدس اللي قاعد بيشتغل في الكاهن وفي التائب. سر الاعتراف بيقدم كمان هدف وحيد، خلي بالكم معلش من الحتة دي. في علم النفس عموما يهتم بتقضية هذا الزمن، طبيعي أي كونسلر أو كوتش يعني إلى حد كبير تركيزه معاك أنك تنجح في حياتك، تنجح في علاقاتك، تطلع من الأزمات اللي أنت فيه، كتر ألف خيرهم، وده مطلوب جدا. لكن بعضهم قد يخفل الهدف الأسمى أنك تروح سما. أبونا لو معرفش يحل معاك مشكلة شغلك بس أبونا هيفضل وراك، إياك تنسى السما. ممكن تتعب وتفضل تعبان في شغلك لكن هتفضل بتشجيع أبوك، السما ما راحتش من عينيك. طبعا الأفضل كمان يساعدك تصلح في شغلك، لا أحسن تتعصر في السك. يبقى هنا فكرة الهدف الأسمى ده هيفضل دايما أساس في سر الاعتراف، لأنه التركيز على السما. أخيرا في حاجة بتحصل من غير ما تحسوها في كل اعتراف، أنت بتتتلمذ على أبوك دون أن تدري. بيحصل نوع من التلمذة الضمنية، أنت بتشرب من روح أبوك زي ما أنت كنت طفل وخدت بعض طباع أبوك ووالدتك وأنت صغير. اللي بيقعد 20-30 سنة بيعترف معاك كاهن، الحتة الحلوة اللي في أبونا بتدخل جواه بيتبرمج عليه، لأن هنا في تلمذة تلقائية. حتى لو بتقعد معاه كل شهرين ثلاثة شربت حتة، خدت حتة حلوة، والروح القدس يحميك لو عند أبونا ده ضعف مش هتاخده، تاخد بس الحتة الكويس. إذا في تلمذة، كل البركات دي اللي في سر الاعتراف. وبعدين يطلع لنا ناس عاوزين يشطبوا على سر الاعتراف في محاولة تمجيد للمشورة، ده اللي بخليني قلقان. ربنا يحمينا يبقى عندنا وعي ان احنا نحترم العلم. ياريت الناس تدرس مشورة مسيحية بس تحتفظ باتضاعها وتحتفظ بادراكها بمعاني الكنيسة ودور الكاهن واب الاعتراف. خلاص النفس لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد.